بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن فرغنا والحمد لله من الكلام على الآيات من قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلى قوله وكان الله غفورا رحيما، الآن نريد أن نأخذ من هذه الآيات ما يسره الله لنا وفهمناه منها من الأحكام. فيؤخذ من هذه الآيات وصف الله سبحانه بأنه يحب ويكره، فهو يحب الأعمال الصالحة والصالحين ويكره الأعمال السيئة والمسيئين، وهاتان صفتان من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم التطاول على الناس بالكلام السيء من سباب وشتم وغير ذلك، لأن الله سبحانه لا يحب ذلك ويكرهه ويبغضه، لأنه فيه ظلم للناس وإساءة إليهم وانحراف في السلوك، والمطلوب من المؤمن التخلق بالأخلاق الحسنة كما قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فالمؤمن يتجنب الكلام القبيح والسيء مع الناس، لأن الله لا يحب ذلك. ويؤخذ من هذه الآيات إباحة دفع السباب والشتم بمثلهما في حق من صدر منه من باب القصاص والعدل، وأنه لا يجوز الزيادة على الحق في القصاص لأنه من الظلم. ويؤخذ من هذه الآيات إباحة التظلم، إباحة التظلم عند الحاكم بذكر تعديات الظالم لرفعها، وأنه يجوز الدعاء على الظالم، وأنه يجوز القصاص من الساب والشاتم بمثل ما قال، لأن هذا من العدل، وهو داخل في قوله تعالى إلا من ظلم، فللمظلوم أن يدفع الظلم عنه بقدر ما صدر في حقه. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله جل وعلا بأنه سميع عليم، سميع للأقوال وعليم بالأفعال والنيات والمقاصد، لا يخفى عليه شيء. فيجب على المسلم أن يحسن ظاهره وسريرته، فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعماله الظاهرة والباطنة، فعلى المسلم أن يحسن سريرته ويحسن ظاهره وباطنه، ولا يكن فيه غش
للمسلمين وخديعة ومكر، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور. ويؤخذ من هذه الآيات أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحسن أعماله، لأن الله سميع عليم، يسمع ما يقول من الكلام السيء، فيجب عليه أن يحسن الكلام ويعلم ما يفعل وما ينوي وما يضمر، فعليه أن يحسن النية ويحسن الأفعال الظاهرة والباطنة. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب والسرائر، فيجب على المسلم أن يحسن نيته وقصده، ولا يظن أن الله لا يعلم إلا ما يظهر أو ما يجهر به، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهذا أمر يجب على المسلم أن يستحضره دائما وأبدا، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ويؤخذ من هذه الآيات الحث على الخير القولي والفعلي ظاهرا وباطنا، لأنه يفهم من قوله جل وعلا وكان الله قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله كان عفوا قديرا. فيؤخذ منها أنه إذا صلحت نيته وسلم قصده أنه لو جهر أو أظهر الخير فإن ذلك لا يضره، ولا يكون هذا من باب الرياء، خصوصا إذا دعت الحاجة إلى إظهار الخير ليقتدي به الناس. وإذا أخفاه عن الناس فلا يظن أنه لا يسمع ولا يكتب، بل الله جل وعلا مطلع عليه ولا يظلمه ولا يضيع عمله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ويؤخذ من هذه الآيات فضل العفو عن المسيء عند القدرة على الانتقام منه، فإذا أقدرك الله على من ظلمك فالأفضل أن تعفو عنه، وإن انتقمت منه بقدر حقك واقتصصت منه فهذا جائز لك، ولكن العفو أفضل من القصاص، لأن العفو فضل والقصاص عدل، والفضل أحسن من العدل. ويؤخذ من هذه الآيات أن العفو مع القدرة إنما يكون مع القدرة، أما الذي يعفو لأنه عاجز عن الأخذ بحقه فيقول عفوت ولو قدر لأخذه فهذا لا يعتبر عفوا، وإنما يعتبر عجزا لا يؤجر عليه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.